سيد ماركو، ماذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية؟ هل موقفها واضح من الصراع؟ I mean, obviously, everyone wants a ceasefire and an end. من الواضح أن الجميع يريد وقفا للعمليات الاقتتالية ووضع حد للنزاع، ولكن هناك فارق بين وضع حد للعمليات القتالية والنزاع والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بهدف الوصول إلى حل نهائي. الأمر سوف يتطلبون أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، ولكن الآن الحاجة الملحة تكمن في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لأننا الآن في مرحلة حرجة نكاد نصل فيها إلى مكان أو نقطة اللا عودة، وبالتالي قد يدخل بعدها السودان منعطفا خطيرا وحلقة مفرغة ينعدم بموجبها النظام العام وينهار الأمن في البلاد، وبالتالي نخسر السيطرة على الوضع في المنطقة. لا أتحدث فقط عن العاصمة الخرطوم بل عن كامل المناطق والمجتمعات والفئات السكانية على اختلافها. لماذا؟ بسبب تعدد أوجه المظالم بين مختلف أقطاب المجتمع السوداني، وبالتالي المسؤولية تقع على السودان، على السودانيين وعلى الدول المجاورة، لأنها لكي تتفادى فاتورة تفلت هذا النزاع من عقاله وضربه للدول المجاورة. إذن علينا أن ننظر إلى الفئات السكانية المحلية وإلى الدول المجاورة وإلى الأسرة الدولية. الأسرة الدولية قادرة على بذل شيء من الجهود، ولكن الأمر في نهاية المطاف يتوقف على القيادات الوطنية وعلى الفئات السكانية، ونحن بحاجة إلى الثقة، نفتقر إلى الثقة حاليا، ولهذا لابد من اتخاذ التدابير لإرساء الثقة خطوة بعد خطوة، بل بدء بوقف فوري لإطلاق النار تبنى على أساسه هذه الثقة. دعني أنقل هذه النقطة لسيد أبي عز الدين، إلى أي درجة الثقة غائبة بين الطرفين، وهل يمكن بنائها؟ لأنه كلا الطرفين يتحدث الآن عن الشرفاء من الجانب الآخر.